لو انت وصلت لمرحله انك مفيش ليفل فوق وليفل تحت تعرف انك ميت. لو انت واحد من الناس ما عندكش ولا ليفل فوق ولا ليفل تحت فانت كده عايش في منطقه الكسل. اطمح، اطلب نفسك تعيش ازاي، عايز تعيش ازاي، فين احلامك، نفسك توصل لفين، عايز تروح باحلامك لفين. بس لازم تكون عندك المسؤوليه انك لما تيجي تنجح تقول برافو، تقول فعلا شكرا. ولما تيجي تفشل عادي، ايه اللي حصل يا اخي، الدنيا ما انتهتش يعني لما جيت فشلت. اتعلم من الاخطاء، اتعلم، اتعلم من الفشل. الشطاره انك مش تكون معاك فلوس كتيره ولا عندك اسهم كتيره، الشطاره الحقيقيه انك لما تكون مش معاك فلوس واسهمك كلها في الارض هتعمل ايه؟ ردة فعلك هتبقى ايه؟ هي دي الشطاره الحقيقيه.